انا ما قصدك انت لكن بتكلم من حيث من حيث العموم انا واحد النقطه دي صعبه يعني انت لما يعني تشوف حاجه وتبقى صعبه عليك لان احنا هنتكلم بعد شويه مع دكتور اسراء ونشوف اللي حاصل شنو يعني الحاجه دي مو صعبه والله ما قلت لك حيقدر فايده حيقدر عندك خليني نرحب بك دكتور اسراء نعم انا بك دكتور اسراء شبيكه مرحبا بك صراحه الشرف هو فرد الليل انا ضيفكم هاي الاثنين باعتبار في بيتنا في بيتكم في يومكم ايوه صباح الخير يا حسام صباحك يا سمعت تسمع صباح الخير على كل اللي بيشاهدونا وبعيد من العين وقريب من القلب ارد عليك بدل نعم ارد عليك بدل الحساب نعم اهلا بك دكتوره وبعدين في البدايه يعني يمكن قلت انت السماء بدت لنا واستحسنت نحن نتكلم عن الذكاء الاجتماعي ده نشوف التاثيرات اول حاجه يعني زي الاغنيه دي لما الشخص يسمع اغنيه زي دي او عموما نحن قبل شوي كنا نتكلم عن السلم الاجتماعي التاثيرات على الشخص وعلى الذكاء يعني الذكاء يعني كل انسان طبعا اكيد ربنا خلقه بقدراته وفينا ما اكيد الاشياء زي دي تاثيراتها على الذكاء طبعا انت تتكلم مع شجن وفرح وحزن وحاجات كثيره مشاعر كثيره مختلطه لكن احسن نكون في الذكاء الاجتماعي احنا الاغنيه دي من قبل شويه عملت جو كده الذكاء الاجتماعي هو طبعا الذكاءات كثيره في غير الاي كيو الذكاء العادي المعروف احنا نتكلم عن الذكاء الاجتماعي هو واحد من الذكاءات وهو تقريبا بقع تحت مظلة الذكاء العاطفي نعم الذكاء الاجتماعي انا بسميه فن جذب القلوب انا بسميه كده يعني هو اختصاره ده من عندك انت كده ايوه هو اختصاره الفهم بتاعه الاساسي انك انت كيف تتعامل مع المحتوى الاجتماعي في اي ظروف وتحت اي ظروف ومع اي شخص قدرتك في اداره المحتوى الاجتماعي واداره الحوار طريقة حل المشكلات اسلوب الكلام سرعة البديهة تفاصيل الحاجات مع اي شخص اذا كان كبير اذا كان صغير اذا كان انت مختلف معاه في الرأي في العقيدة في 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 الناجي في 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 اي ميول في اي اتجاهات انت مختلف معاه المفترض انك انت تقدر تدير حوار تقدر تدير تعامل بشكل منسق بشكل جميل ما في اي نوع من التجريح ما في اي نوع من الايذاء لمشاعر الاخرين لانه الذكاء الاجتماعي بيعتمد على مشاعرك تجاه الاخر نعم ومشاعر مشاعر الاخر تجاهك ايوه يعني مكتسب ولا فطري انا هو الـ ايوه هو الذكاء الاجتماعي ما حاجه موروثه هو الموروث الاستعداد الاستعداد هو الموروث لكن هو بيجي عن طريق النهج يعني انت من البيت بتشوف الناس بتتعامل كيف بتشوف الناس طريقة اسلوبها كيف كلامها كيف جملة كيف الكياسة في التعامل الفطنة في التعامل الدبلوماسية الاتيكيت كل الحاجات دي كلها بتشمل فن التعامل مع الاخر في مجملة بتمثل أراغب معتصم أقدر أتعلم حقيقي هو جزء مهم جدا إنك أنت بتقرأ الزول اللي قدامك يعني دي أول خطوات في إنك أنت يكون عندك ذكاء اجتماعي أنت بتقرأ الزول اللي قدامك بتتعامل معه حسب حاجاته ما حسب حاجاتك أنت ما في حاجة اسمها أنا كده اللي عايزني أتعامل معاه ما عايزني أتعامل معاه كلام زي ده ما في ده ما ذكاء اجتماعي طبعا إحنا بنتكلم عن الذكاء الاجتماعي إنك بتشوف الآخر بعينه هو برؤيته هو بتفكيره هو بتصرفاته بناء عليه بتبدأ تتعامل معه الحاجة الأساسية في الموضوع أن إحنا زي ما قلنا المكتسب الاستعداد الموروث المكتسب إنك أنت تبدأ شكل التعامل في 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 طريقتك بداية من الأسرة يعني نعم ممكن أنميه طبعاً طبعاً أيوة وحتى اللي ما عنده ذكاء اجتماعي ويعني ممكن يكون عنده قضاء اجتماعي ممكن يكون عنده انطواء خجل إلى آخره ممكن يكتسب بعض المهارات في أي وقت من عمره يعني هي حاجات مكتسبة المهارات الاجتماعية في كيفيه التعامل مع في الذكاء الاجتماعي طيب يا دكتوره تفتكري انه انا برضه زي ما انت قبل شويه عندك حاجه حقتك قلتيها انا عندي شيء برضه بتضاراه يعني انا بفتكر انه الناس اللي دائما في الادارات القياده يعني العامل الاكاديمي ما هو الشيء اللي يفترض يكون المعيار الوحيد صحيح. يعني شخص في منطقه معينه يفترض انه يكون عنده ذكاء اجتماعي صحيح شوف ذكاء عنده علاقه انت بعملك انت حتى اللغه حتى كونه زول ذاته بشوش او مرح او كده ده ما معناته عنده ذكاء اجتماعي بالمناسبه لانه ممكن يكون لو خدته مع زول ثاني ما يعرف الصراحه ما يقدر نعم كويس في نفس الوقت انت ناجح في عملك
الآلة ممكن تشتغل شغلك اللي أنت اشتغلته ده. أنت ناجح في عملك، أنت شاطر كإداري في شغلك إلى آخره، إنما معناته أنت ذكاء اجتماعي، أنت دكتور مشهور، أنت مذيع مشهور، أنت صحفي مشهور، أنت آخره، ما معناته أنك أنت عندك ذكاء اجتماعي. الذكاء الاجتماعي بيختلف تماما، الذكاء الاجتماعي قدرتك للتعامل مع الفرد والمحتوى الاجتماعي. أنت وين ما تخطيت تعرف ترد، إذا تهاجمت تعرف ترد بكياسة بزوج بتكيت، بتعرف تمتص غضب الآخر، المشاعر السلبية ما بتجرح في الآخر، بتكون يعني ردودك قدر الكلام، حتى الكلام الكثير والنفاق والمجاملات الممكن تكون لا محدودة، ده كله ما عنده علاقة بالذكاء الاجتماعي. تقدر توصل حاجاتك. أيوة، الذكاء الاجتماعي إنك توصل حاجاتك. هو دبلوماسية، ممكن زي ما قلت لك ممكن يكون كياسة، ممكن يكون فن بتاع تكيت، إنك بتوصل حاجاتك بشكل مناسب والشخص الاخر بيكون مقتنع وبيكون. ايوه، عشان كده دائما يعني السياسيين والناس اللي ممكن نقول عليهم برضه رجال الاعمال بيدخلوا ليها في بعض البلدان دورات كويس، اللي هو في فن التعامل مع الاخر، في طريقه عمل يعني محتوى اجتماعي تقدر انت تجذب الاخر، يعني تكتسب قلوب الاخر، تكتسب قلب الاخر، في انك انت تقدر تتعامل معه بطريقه يقدر هو يثق فيك ويحبك ويقتنع باللي انت بتقوله. يعني ممكن تخليه في التراك، ودي طبعا شديد في حل المشكلات يعني. تخليه ممكن في التراك بتاعه حتى لو هو ما كان مقتنع 100% مثلا. ايوه. في يعني بيقول لك مثلا شخص ممكن يطلب منك حاجه بترفض له، وفي شخص ثاني ممكن يطلب منك حاجه اصعب منها تعملها، بتقدر تعملها له. ليه؟ لانه انت مقتنع انه الشخص ده او طريقه الطلب او طريقه العرض او اقنعك بالحاجه، فدي كلها يعني. في شخص يقول لك الشخص ده مقنع صح وبيدخل القلب صح ولسانه حلو وكده، يعني في مسميات بسيطه نحن بنقولها في يعني عفويا كده. ايوه، بشكل عفوي. في البيوت السودانيه هي بتصف الناس اللي عندهم ذكاء اجتماعي. الذكاء الاجتماعي محتاجين انه نرسل منه اشارات عبر مناهجنا في المقررات في المستويات الدراسيه المختلفه، محتاجين للحاجه دي احنا طبعا. بالذات شفت الفتره الاولى بتاعت الرياضه الثلاث سنين اللي هي من برامج من الرياضه كمان. ايوه يعني بالذات الفتره الاولى، لانه هي الفتره الاولى الطفل زي العجينه، انت تقدر يعني تغرس فيه كل الحاجات، لكن بس في شيء مهم يا حسام، اذا انا بغرس في 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 المدرسه او في البيت وفي جو ثاني مختلف شويه بيعمل لك خصم. يعني انا لو في المنهج عندي في الرياض مثلا بديت اتكلم عن الذوق وعن التعامل وكيف انت بتتعامل مع الاخر وكيف انت تمتص الاخر وتفرض احساسك وتفرض حبك ويكون عندك كاريزما ويكون عندك وجود ويكون عندك حضور كويس، يمشي يصطدم بوضع اخر، يصطدم بخلافات ومشاكل داخل البيت وجمل ممكن تكون يعني بتهدم الذات وبتهدم الاحساس، يا غبي يا قليل ادب يا انت، الاشياء المتعودين عليها بقسوه. ايوه، وممكن تكون في عقاب وضرب والاخر، مثلا الكلام ده يكون في البيت. ممكن تكون الايه معكوسه، يعني الشخص يمشي المدرسه ما بيلقى وجوده بين الناس، الاستاذ نفسه ممكن يكون هو ذاته ما عنده ذكاء اجتماعي شاطر جدا، وده اللي بيفرق، مثلا تلقى زول بروف وشاطر جدا لكن ما عنده مهاره توصيل المعلومه. صح، كلام سليم. ممكن يكون داخل كل المحافل والمؤتمرات الدوليه، عنده 5 6 دكتوراه لكن ما يقدر يوصل لك معلومه، ما يقدر يوصل عشان انت تقدر تستفيد منه، او اتعب جدا انت لحد ما تسمع منه معلومه وتستفيد منه. والله دي برضه احنا بتجاوبنا احنا في مقدمه البرامج، بس اقول لك برضه مهم حقيقة. جدا مهم، هو اللي احنا بنقول عليه وانتم بتقول عليه حضور. حضور، شخص عنده حضور. نعم. شخص نعم. عنده كاريزما بيقدر يعني يصل للحاجه. نعم. وبيقدر ياخذ الحوار من الشخص اللي قدامه، وبيقدر يوصل رسالته في ابسط وقت بطريقه سلسه، باصغر كلمه باصغر كلمه. نعم. ايوه، وبطريقه سلسه وبسيطه يفهمه كل شخص بشاهدك. نعم. اللي متعلم واللي بسيط واللي في قريه واللي في مدينه واللي في الى اخره، كل الناس بتقدر تستوعب الكلام اللي احنا نقول فيه هسه يعني. طيب انا يعني هل من الغباء الاجتماعي اذا كان في كلمه زي دي اني انا اقعد في حته اصلا ما عندي قدراتها او ما عندي الحضور؟ انا بشاهد الان مرات كثيره جدا، ما بستعرض في عضلاتنا، لكن بشاهد شخص اصلا هو بيقدم مجموعات مثلا لكن هو ما عنده القدرات، انا لا اقصد القدرات الفكريه ولا اقصد القدرات الاكاديميه. في بيحصل كثير يعني، ده مش داخل ده السودان، داخل وخارج السودان معارف يعني. هو طبعا ما هي بعد ذاك الحاجه دي بتبقى، هو الشخص يشوف اي مكان انت بتتخطى فيه وبتلقى فيه نفسك بتحس بانك انت ما حريص انك تسيبه، تبدا تفكر في نفسك. اول خطوات انك تعرف ان انت عندك ذكاء اجتماعي انك تبدا
تفسر سلوكك. نعم. انا جرحتك ليه؟ انا قلت الكلمه دي ليه؟ انا استفدت شنو؟ انا كنت غليظه، ده اسمه خف الظل، انا الناس بتنفر مني، انا ما عندي علاقات كافيه الى اخره. لما جينا للشخص اللي انت بتتكلم عنه بيبدا من طريقه اداره الحوار، شكل الصوت، ملامح الوجه كويس، الرسائل اللي بيرسلها، الفرصه بتديها للاخر في شكل الحوار، استخدام الكلمات نفسها. انت دار تكلم منه، انت على الشاشه عايز تكلم منه، انت رسالتك لمنه انت، لمختلف الاعمار، لمختلف صح. الفئات العمريه ومختلف القدرات، ايوه القدرات، وفيهم المتعلم وفيهم الامي وفيهم التعلم البسيط وفيهم الطهقان وزهجان، هو اللي عايز حاجه من الصباح ويجب شوش من الصباح يعني يصبع عليه ما دار همومك كلها، ايوه فإلى اخره. فانت بتكون عندك بتقرا زي ما احنا قلنا، بنقرا الشخص اللي قدامنا، بنقرا الوضع اللي قدامنا، وبناء عليه احنا بنقدر نرسل رسائلنا عشان ننجح ونلقي الحاجه مظبوط في وقتها وفي زمنها يعني. نعم. ده الجزئيه المهمه جدا في بما يخص الكلام. إيه ما ورشه يا جماعه، عندنا دوره تدريبيه يعني ده شيء مهم جدا والله. ايوه ده شيء مهم جدا. الذكاء الاجتماعي يعني انا لاحظته كثير جدا في بعض الاشخاص بيحلوا مشاكل يعني بتكون مستحصيه جدا جدا جدا، وبحلها كانها عقده صغيره وبحلها، رغم انه هو اكاديميا ما شخص امهر من الاخرين او درجاته اعلى. النقطه اللي اتكلم عنها لانه انا جابهتني في مناطق كثيره جدا، شخصي بسيط جدا لكن قادر يستوعب، قادر يحضن الناس اللي حوالينه. ايوه هو نحن زي ما قبل قلنا يعني صميم الذكاء الاجتماعي قدرتك على حل المشكلات. اللي هي انت كيف تقدر تحل المشكله، انت لما تحل مشكله معناته عندك طرفين. ما انت لا ينفع تكون مع سين او مع صح كويس، وينفع حتى لو انت قدرت ترسل رساله بانه في شخص اخطا لازم ترسله بكياسه معينه بطريقه معينه باسلوب معين. فانت بتمتلك كل الملكات دي وبتمتلك كل المهارات دي في اداره حوار، في تعامل مع الاخر، في طريقه حل المشكله دي، هنا انت بتمتلك ذكاء اجتماعي. صح. وزي ما قلنا انت ممكن تكون شخص مرح، شخص بسوش، مثلا ذكي الذكاء العادي ده، لكن ممكن تكون ما شخص ايوه يا ناس، ممكن احنا شغال على الهواء ممكن شخص يضرب لك تليفون ويتكلم معاك مبتسم كلام حار جدا كويس، هو ما عنده موضوع مثلا. فانت طريقه ردك عليه بتحدد مستوى ذكائك الاجتماعي. نعم. كويس. فشكل الحاجات اللي انت بتخطي فيها فجاه، شكل الحاجات اللي بتكون حولك، كل التفاصيل زي ما قلنا في المحتوى يعني الحاجه الفجائيه مثلا، منها الحاجة الفجائية، منها التعامل العادي مع الناس، منها التعامل ذاتك مع نفسك، أيوة كل التفاصيل الاجتماعية الموجودة في حياتك وطريقة التعامل معها هي بتحدد مستوى الذكاء الاجتماعي. زمننا حسام فيه ولا؟ زمننا خلص. طيب قبل ما اخلص قول لي ما اشكرك من الحاجات، انا مره من في الشروق هنا بيشغلوك كم حاجه، مره كنت شغال الزميله راني هارون، احنا بنحييها تحية في بريطانيا. نعم. وبنحيي الزميله سلمى قبل شويه كانت شغاله، فانا شغال لها برنامجها، فواحد ضرب لي تليفون وبعد ما سلم قال لي انت اللي مقعدك شنو هنا فيه؟ نحن منتظرين رانيا، انت مقعدك شنو؟ اجابك شنو؟ فالحتات الصغيره زي ما قلت انت قبل شويه قد تفاجئك. أيوة. اشياء لابد من ذكاء اجتماعي، لابد من الذكاء الاخر، النوع الاخر، وكلها تتكامل عشان ما توصل حاجاتك وتقدر تكون زي هو. الذكاء الاجتماعي ببين جميعا مع الذكاءات الاخرى كلها مع بعض. ايوه نحن بنحييك دكتوره اسراء عز الدين شبيكه، اختصاص علم النفس، وان شاء الله الاسبوع القادم ان شاء الله. ان شاء الله. شكرا جزيلا. شكرا جزيلا. نعم. شكرا. احنا وصلنا لنهايه الساعه الاولى. نعم. والساعه الثانيه بعد الفاصل.